مرحبا من ستوكهولم، بيروت، عمان والقاهرة، مجموعة نشاطات فنية مختلفة قدرنا نجمعها لكم هذا الأسبوع حتى نقدمها من خلال تراتشي. من أجل نبذ العنف وإعطاء صورة جميلة عن الشعب العراقي، استيقظت ستوكهولم من الصباح الباكر على وقع أقدام مجموعة من الفنانين العراقيين، وعددهم 15 فنان بين رسام وخزاف ونحات، وبرعاية جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين. هذا التجمع كان على الهواء الطلق. كاميرا تراتشي كانت متواجدة هناك بصباح ذاك اليوم من أجل دعم الألفة بين الفنانين. الفنانين التشكيليين العراقيين بستوكهولم ارتأت انه تسوي نشاط في ساحة ستوكهولم الرئيسية من اجل اعطاء صورة اخرى للشعب السويدي عن العراقيين. شارك بهذا المعرض تقريبا 15 فنان وفنانة، نحاتين ورسامين سيراميك، فهذا النشاط يعكس صورة للشعب السويدي أنه هناك مبدعين عراقيين، هناك فنانين، هناك ناس يريدون السلام، يريدون تنتهي الأوضاع المأساوية اللي بالعراق. فإحنا شعارنا الفن ضد العنف، فهاي رسالة نريد نوصلها للناس، ونتمنى أنه وصلت هاي الرسالة. عندي عملين، عمل عن حب وعمل عن اختراق، اختراق من الماضي الموحش إلى الحياة. العمل الأول هو من الحجر الطبيعي بما يقارب 4430 قطعة حجر، يتكلم عن الانتظار. فتاة تنتظر حبيبها اللي هو مثلته بشجرة، الشجرة داخل الشجرة ساعة ترمز للوقت، لعودة الزمان، تتمنى الزمان يعود. حقيقة الإقبال كان يعني رائع من جنسيات مختلفة، لأن موسم الصيف موسم سياحة، فإجوا يابانيين وهنود استراليين. هسه واحد أحد الأشخاص من استراليا، جميعهم أنه يسألون على منه هذا الفنان ومنه هذا البلد يعني. فالحلو نرمز اسم بلدنا العراق وين ما كان كفنانين كمبدعين. مشاركة حلوة، هي مبادرة حلوة، يعني هم يعني مظاهرة ضد العنف تعتبر. ونفس الوقت هنا أنا قلنا نسوي مثل المعرض التشكيلي على الهواء، وحتى نعرف الجمعية مالتنا العراقية للسويديين اللي هنا. اليوم قدمت عملين، يعني واحد بعنوان الحلم والثاني بعنوان يعني العراق. ودائما انه يعني من اقدر ارسم صراحة، يعني اكثر شيء هنا أنا بالغربة دارس ما هو عن العراق، يعني اكثر شيء لأنه تغربنا كلتنا يعني عن بلدنا وطلعنا، ف يعني أي شيء يصير بالعراق فأحس بيه يعني هنا أنا.
أعمالي تتسم بها نوع من الروحانية، كون أنا عندي الرمز اللي أشتغل عليه هو طائر بثلاث أجنحة، فارتئيت أنه أرسم هذه اللوحة من خلال أخذ صورة من الفوق بمنظور عين الطائر لساحة السيركلتوريا اللي هو سنتر ستوكهولم. فرسمت صورة عفوية لعائلة مع ظلالها تمثل لحظة من لحظات مرور الطائر من فوق السنتر، ووثق هذه الصورة فكانت هاي اللوحة. كون المجتمع السويدي عنده نوع من الإبهام عن الفن العراقي بالذات، فإحنا حاولنا أن نطرق أبوابهم، فترجمنا هذا الشيء من خلال هذه التظاهرة، ولقينا صدى بالنسبة للسويديين، يعني هم اعتبروا أنه هذا الشيء شلون نوع من الاقتحام لثقافتهم، واقتحام إيجابي مو سلبي. يعني فد خطوة كلش لطيفة وجميلة، ارتأت الجمعية التشكيلية أن تطلع من يعني الشيء التقليدي أنه تقوم معارضها بالجمعية، لكن اليوم ارتأت أن تكون في الهواء الطلق وتخرج على كل الجاليات الموجودة في ستوكهولم. والحقيقة يعني كلهم أبدوا إعجابهم لأنه كان العرض متنوع، فن تشكيلي وخط ورسم وأشياء يعني نحتية، وهذا فد شيء يعني كلش جيد أنه يعرفون الناس بمدى يعني اجتهادات الفنانين بأعمالهم وإبداعاتهم. العظيم هذا معرض فرحني كثير. ليش؟ لأنه أول مرة أتي لستوكهولم في العاصمة السويدية، وبالتالي انطباعي الشخصي أنه تكون هذه المعارض في هذه المدينة البعيدة عن العالم الإسلامي، وبالتالي تعبر عن آراء مفكرين مثقفين جاءوا من العالم الإسلامي، شيء يفرح بكثير.